البنات كي دايرين بخير؟ جبتكم لواحد لواحد المشروع راقي بزاف ديال سكاني فرجاء قلب الرباط في لوسيون. ها هو راه غزال تابع للمشروع السكني اللي كنت وريتكم، راقي بزاف وزوين غادي يعجبكم ان شاء الله. هو التتمة ديال المشاريع اللي وريتكم في سعيد حجي وفي سلة الجديدة. ها هو راه متابعين لهذا المشروع هذا، لوسيون في شارع المقاومة، راه شي حاجة اللي راقية بزاف. كل شيء التليفون وكل شيء عليهم في صندوق الوصف. مهم هذا المشروع راقي بزاف، وهو قال لك الثمن تختلف على حسب واش بغيتوا، الواجهة اللي تطل على المحيط ولا الواجهة اللي تطل على الداخل، ولا مهم على حسب اي حاجة اللي بغيتوا. بارمتر هكذاك ما تيديروش بارمتر، تيديروا البري فوفيت زعما على حسب واش 80 متر 50 متر، راه مهم تيبداو من 49 متر حتى ل 139 متر. نوريكم واحد العمارة لداخل وتشوفوا هادو راه خدات فيهم واحد السيدة صديقة ديالي، هانتوما تشوفوا ها هي الدخلة ديالهم. هما ما شاء الله راه هانتوما راه تعطاو، راه الناس ساكنين بان لي نشير، وكاينين وحدين هيبة شوفي راقيين تبارك الله. الدخلة ديال العمارة كيف عاملة، هذه فيها لاسانسور، مهم شي حاجة اللي روعة بزاف بالنسبة للناس البنات ديال الجالية، الناس اللي تبارك الله غين ياخذوا شي حاجة ديال لاهوتكام، شي حاجة زوينة، شي حاجة اللي باينة راقية بزاف. هانتوما هي الدار شوفوا رائعة بزاف. هذا هاد لوهول هذا على الدخلة، ها هو فيه بحال هكذا. كيف ما تنقول لكم دائما اللي ما باغيش يشري يشوف ليا الفراشات، هاد الناس راه تيجيبو مختصين في هاد الديكور وفي هاد الشيء، راقي هاد الشيء ما شاء الله بزاف تيحمق. دايرين هاد التيم بلو، راه هادو هما اللي تابعين لهذوك السكن اللي كنت وريتكم في سالة الجديدة في سعيد حجي، هما هادو سكاني اذا هما هادو. لا شوفوا كيف عامله ما شاء الله كبيره، شحال هاد الدار هذه فيها عفاك؟ 105، هذه 105 المتر، وكاين ما كبر وكاين ما قل على حسب نتوما اللي باغين. المهم هانتوما شوفوا البلو ما شاء الله راقيين بزاف. شوفوا هنايا دايرين هاد الشيء زوين، كيف ما تنقول لكم البنات اللي ما باغين شي ياخذوا افكار، هاد السكن هذا تيجيبوا مختصين ما شاء الله على الديكور، مختصين في الفراشات تبارك الله، داكشي راقي بزاف. شوفوا غير لا طابل كيف عامله زوينه بزاف، شوفوا البلو راقي بزاف. وشوفوا هاد لا بارتي هادي اللي حاصرين بها الصالون، قاسمينو على داك سالامونجي وعلى السيجور، دايرينها بحال هكذا. هانتوما شوفوا العود، شوفوا الطريقه الكلاس لي كولور باج سامبل، هاد البوفات غزالين الله تنشوف من والله لا الومنيوم راقيين بزاف. وهانتوما بهاد لافينيسيون تتعطى، بهاد لافينيسيون بهاد البلافون بهاد الطريقه هادي كلها تتعطى. هذا راه زعما هاد لابارتومون راه فيها 105 متر كاري، وهاد شوفوا لافينيسيون ما شاء الله شي حاجه ديال لاهوت كام باينه تبارك الله، هادشي راقي بزاف. وهاد المشروع راه كيف ما قلت لكم هو اللي كنا صورنا في سعيد حجي، صورناه في سلة الجديده، هو هذا المشروع اللي صورنا، هذا تابع له، هذا تابع له في هاد البلاصه هادي ديور جام. المهم اي حاجه عليه غتلقاوها في صندوق الوصف، العنوان وكل شيء غتلقاوه في صندوق الوصف. المهم هانتوما شوفوا الكويزين، هيا ايكيبي كل شيء فيها، هذاك لو بالكون ها هو كاين هنايا، مهم راه باقي تيصيبوا في هاد الدار هادي ما شاء الله. هذا لو بالكون، هانتوما لي بالكون تيطلوا بحال هكذا على وسط العمارات، شوفوا شحال راقي هاد الشيء، مزالين بزاف. ها هي الكويزين، مهم من الكويزين ندوزكم هنايا هاد وسط الدار. هانتوما كيف ما شفتوا هذا
وسط الدار، هذاك الصالون، هاد السيجور وصالا مونجي، هنايا هاد لابارتي ديال التلفازه، شوف كيف عاملين عليها، دايرين هذاك ديال شوميني. المهم شي حاجه اللي غزاله. وها نتوما هنا الكويزين ياك، شوفوا هنايا بيت الوليدات، شوفوا معايا الفراشات راقيين، تيجيبو هما دي تروك اللي راقيين بزاف ما شاء الله. شوفوا الكري شحال غزال شوفوا تبارك الله راقي. المهم شي حاجه اللي راقيه بزاف، هاد بيت الوليدات فن عجبوني حتى هادو، شوفوا لي بتي ديطاي كيف دايرين، داكشي غزال. والفراشات، الفراشات الفن هنايا كاين بحال هكذا. الحمام، ها هو الحمام، شوفوا هاد لابارتي ديال الحمام زويونه. مهم ها هو هذاك هنايا، هاد لابارتي ديال البانيو بهاد الطريقه، هادي غزال بزاف. وشوفوا البيت ديال النعاس كيف عامل عافاكم، وتيتعطاو بالباكي بحال هكذا، البيوت تيتعطاو بهاد الطريقه هادي. شوفوا البيت تبارك الله راقي 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 بزاف. مهم هاد السيد هذا اللي دار ليهم ديكوراسيون ما شاء الله. البنات هاد الطبله هادي عتلقاوها في المغازا عندي، في الحانوت، في الحانوت عندي تنساو تنقول مغازا، علاش لا، ان شاء الله دعيو معايا. ها نتوما هذا البلاكار، اي بيت فيه بلاكار. مهم ما شاء الله شي حاجه اللي راقيه وروعه، وشي حاجه اللي فنه بزاف. وشوفوا هنايا هذا الحمام وسط البيت، كاين هذا الحمام، شوفوا الطريقه ديالو شحال غزاله. ها نتوما شوفوا البلاكار اللي دايرين فيه صغير، وشوفوا لي الفليش ما شاء الله زوين. وهنايا الدوش، مهم شي حاجه اللي روعه بزاف وغزاله، اتعجبكم ان شاء الله. البيت راقي 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 بزاف وكبير ما شاء الله كبير. هاد لابارتي كلها هنايا فين عديرو البلاكار، زعما هنا فين كاين البلاكار. هانتوما شوفوا لاكاليتي، لاكاليتي ما شاء الله غزاله، شي حاجه اللي راقيه بزاف وزوينه. وهنايا الحمام هانتوما، راه شي حاجه اللي راقيه وعتعجبكم ان شاء الله يا ربي. يلا هانتوما شوفوها من هاد لابارتي هادي، من البيت النعاس. هنايا كاين هكذا الحمام والطواليت، من غير الحمام والطواليت اللي كاينه في بيت النعاس. وهنايا كاين هكذا بيت الوليدات ياك، وهنايا الكويزين، ها هي راه غزاله باقي تيكملوها. وهنايا وسط الدار والصالون اللي كاين تما، هذا مكان الله يحفظكم يا ربي. ندوزو للتيموا رقم جوج وتشوفوا ان شاء الله شنو كيف دايره، وكيف داير الشكل ديالها والفصاله ديالها، الفريشات وداكشي كلشي، عاد تشوفوا معايا ان شاء الله الفوقاني باش تشوفوا عاود معانا سميتو الفصاله كيف عامله في هذه البلاصه هذه. مهم ها نتوما ثلاثه ديال الطيور، هذيك هي الرابعه، انا حنا ندخلوا دابا وتشوفوا هاد الدويره كيف عامله. هنايا على الدخله هادي فرق عاوتاني اخر، شكل اخر على الدخله، تتلقاو فيها هكذا لو صالون، وهكذا هاد لو بيتي صالون هنايا. على الاخرى غير بشويه، هادي 102، التحتانيه اللي شفنا 105. شوفوا الديزاين كيف عامل، شوفوا هانتوما البلافون كيف داير، هذيك راه شفناها في الريج والصيف لتحت، كان البلافون عالي ديالها، هادي غزال عاود هكذا زويونه. هانتوما الطبله طويب لك كيف دايره غزاله ما شاء الله زوينه، والصباغه راه تتعطب هاد لافينيسيون بهاد الصباغه هادي. هادي راه ما عرفتش يمكن خيال ولا ما عرفتش، المهم شي حاجه اللي غزاله، الصباغه تتحمق ياك. وهنايا هانتوما هاد السيجور، شوفوا الكري مع الصفيفر، هانتوما تيجي راقي بزاف. لاحظوا راه واخا هكاك عندي الذوق، راه الكري والصفر درتو زمان. وشوفوا تبارك الله فيما ندخلوا لشي بلاصه لقاو الكري الصفر البيج، دي كولور اللي ما تيموتوش تيبقاو دائما. هاد الفراش غزال بزاف اللي كاين هنايا في الصالون، ربي البنات شوفوا معايا عفاكم، هادشي راه غزال. وهانتوما العود دايرين نفس داكشي اللي هي لتحت سامبل، وهذيك الجويهه تيديروا فيها دي ديكوراسيون هكذا غزال. هادشي راه كنت وريت لكم هاد التوابات عند اتواب الادارسه، هاد التوب راه كاين عنده
انا تنجي نوريكم شي دار تنسى راسي في الديكوراسيون في داكشي اللي دايرين. مهم انا غادي نوريكم عاود هذا الصالون مع السيجور مع طابلو مونجي. ها هي صالا مونجي كيف تيقولوا. وها نتوما شوفوا الدخله تما راه بلدي، وهنايا بحال هكذا بهذه الطريقه هذه روميه، وهنايا ها هي الكويزين. شوفوا الكويزين كيف عامله، التحتانيه كان فيها السلوم ما بانش لكم مزيان. مهم شوفوا ها نتوما ها هما الكويزين كيف دايره، راه ايكيبي بكل شيء ليها، بشوفوا بكل شيء، بهكا بالفوغ بكل شيء. ضغط البنات هادشي راه راقي بزاف وزوين. مهم ها نتوما ها هو البالكون تيتعطب هاد الطريقه هادي. ها هي العمارات كيف عاملين، زويونين بزاف، راه باقين تيصلحوا باقين تيقادوا. مهم شي حاجه اللي غزاله غادي تعجبكم ان شاء الله. البالكون كبير، وهنايا دايرين فيها هاد لا بارتي فين طابله صغيره راه تتجمع، وبحال هكذا تتعطب هاد الطريقه هادي، راه غزاله الرخام وبلي بلاكار بكل شيء. وانا نوريكم هنايا وسط الدار، ها هو شوفوا تبارك الله شحال كبير وسط الدار. ها نتوما كيف تدخلوا تتلقاو هاد لا بارتي هادي هنايا ديال هكذا في بلاصه ديال الحمام، ياك هاد لا بارتي هنايا هذا حمام وطواليت مشروك. مهم جا غزال بزاف. وهاد لا بارتي هادي ها هي فيها بيت النعاس، ديما الباركي والكليما وكلشي راه دايزين غزال غزال بزاف. شوفوا بيت الوليدات زعما، ها هو راقي راقي. وشوفوا لي كولا، وشوفوا الديزاين كيف عامل، ما شاء الله شي حاجه اللي روعه روعه بزاف. معتي هاد الموطاغ دو الصفر ما تنسخاش نحيد من حداهم. البنات شوفوا معايا الفراشات كيف تينظموا وتيقادوا، شي حاجه اللي راقيه بزاف. شوفوا هنايا هذاك بيت اخر راه فيها تبارك الله ثلاثه البيوت. ها نتوما ها هو بيت الوليدات، شوفوا شحال غزال. شوفوا البلو 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 جا غزال راقي بزاف. شوفوا هاد الطريقه هادي، شوفوا الخوامي والبلاكا، هانتوما شحال غزال. ويمشي حاجه اللي زوينه عتعجبكم ان شاء الله. مهم ها هو هذاك البيت احنا خرجنا منه، وها هو بيت النعاس تيكون ضروري فيه الحمام والطواليت مع بعضهم، ياك وتيكون هنايا ها هو بلاكا بيت النعاس كيف عامل. شوفوا الشكيل غزال اللي حاطين، والله الا هاد الطويبله خذوها من عندي راه كاينه، جبتها في الالوان ما شاء الله. شوفوا هاد البابي بان اللي عاملين بهاد الطريقه هادي غزاله، ما عرفتي اللي فرشها راه مبدع وحق الله ما شاء الله. وحتى لا كاليتي في الحقيقه، شوفوا سميتو الديزاين ديال هكذا ديال البلافون كيف عامل، والصباغه كيف دايره غزاله، شي حاجه اللي روعه روعه بزاف. وهنايا ها هو البالكون، ها نتوما بالالومنيوم ديالو بكل شيء، داكشي راقي راقي بزاف وشي حاجه اللي زوينه. ها هو هادي راه فيها دو بالكون، فيها دو بالكون وفيها ثلاثه ديال البيوت النعاس وصالون. شوفوا شحال غزاله عجبتني بزاف، ما بغيتش نحيد لكم من هاد البلاصه غزاله ما شاء الله، شي حاجه لا روعه روعه بزاف بزاف. هانتوما ها هو الحمام، وهنايا هاد ديزاين ديال هذا البيت. مهم كل بيت بالبلاكار ديالو، هادي راه ناقصين منها من الصالون، ما داروش صالون كبير ولكن دايرين البيوته ديال النعاس كتارين، راه ثلاثه ديال البيوته ديال النعاس وبالبلاكارات ديالهم بالباركي. مهم شي حاجه اللي روعه بزاف، وكلهم فيهم شراجم زعما شي حاجه اللي زوينه. نتوما من السطوان كيف ما قلنا هاد لا بارتي هادي جات غزاله مع الحمام. الحمام راه كبير ديال وسط الدار، ها هو كبير ياك. وهنايا
كيف ما قلنا هذه الكويزين اللي كاينه هنا. كولور باستيل في الحقيقة تيبينو الدار نقية وتيبينوها غزالة ما شاء الله، راه باينه بين لافينيسيون بين الطريقه كيف كيف دايره الصباغه وكيف داير البلافون والجوده راه باينه ما شاء الله. مهم انا جيت ووريتكم حيت ما بغيتش نبقى محصوره غير على السكن الاقتصادي. كاينين البنات ديال الجاليه اللي قالوا لي منى ما بغيناش السكن الاقتصادي بزاف، بغينا شكل اخر. انا غادي نرضي جميع الناس اللي عندي ان شاء الله وجميع الفئات. اللي بغيتو السكن الاقتصادي راني تنديرو، بغيتو السكن بحال هكا المتوسط راه تنديرو، بغيتو هاد لاهوت كام راني حتى هي درتها، راه شي حاجه اللي راقيه. سكني ديال سعيد حجي ديال سلا الجديده وهذا عاود ديال الرباط.